وللتعليق حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري. أهلا بك. بداية، هل سبق وأن شهدت المهرة وجود أي جماعات متطرفة أو إرهابية؟ على امتداد السنوات ما عرف بظاهرة القاعدة والعمليات الإرهابية، لم تشهد محافظة المهرة أي عملية على الإطلاق. كل العمليات التي كانت تنفذ هي عمليات أيضا قدر ما هي عمليات تصف بالإرهابية، هي أعمال مسيسة وعمليات مسيسة. كان يتم الزج بجماعات يتم توظيفها من قبل الأجهزة الأمنية في كل من محافظة أبيان وشبوة وأحيانا في محافظة حضرموت. أما محافظة المهرة لم تشهد أي تواجد وأي عمليات من هذه العمليات الإرهابية التي يتم الآن الدفع بمحافظة المهرة للدخول في إطار هذه العمليات السياسية والمكايدة. نعم، إذا ما الهدف الذي تسعى الرياض لتحقيقه في المهرة من استخدام ورقة الإرهاب؟ ورقة القاعدة ورقة سياسية، ورقة الإرهاب يتم استخدامها لتبرير وشرعنة تواجد أي قوة. نعم. ربما السعودية تجد في ملف القاعدة والإرهاب عملية مريحة وعملية شرعية لإثبات تواجدها واستمرارها في المهرة التي لا يوجد أي مبرر لتواجد القوات السعودية فيها، وبالتالي هم يرون أن ورقة القاعدة ممكن تعطيهم يعني مبرر للوجود والتواجد في هذه المحافظة التي يرفض أبنائها وجود أي قوات أجنبية فيها. نعم، إذا ماذا عن المجتمع الدولي؟ هل يمكن أن يقتنع بمزاعم الرياض وورقة الإرهاب في المهرة؟ المجتمع الدولي أيضا هو أحيانا متواطئ ومتورط في مثل هذه العمليات. نعم. وبالتالي لكن هو لا يمنح أي من هذه العمليات أو أي ممن يدعي تواجد أو محاربة العمليات، لا يمنحه شيكا على بياض فيما يتعلق بتواجده. المجتمع الدولي يدرك جيدا خطورة التلاعب بملف القاعدة وملف الجماعات الإرهابية في هذا المقام. نعم، إذا الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.